هذا يقول إن بعض الناس لا يصلي التراويح، لا يصلي التراويح، ويقول إنها من ابتداع عمر بن الخطاب. هو كونه ما يصلي التراويح بكيفه، لكن كونه يتهم عمر بن الخطاب بأنه مبتدع، هذه المصيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراويح لم يبتدعها عمر بن الخطاب، تراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قام رمضان، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وصلاها بأصحابه صلى الله عليه وسلم ليالي، ثلاث ليالي أو أربع ليالي، ثم تخلف خشية أن تفرض عليهم. صلاها الصحابة واستمروا، وعمر لم يحدث شيئا من عنده، وإنما جمع الناس على إمام واحد كما كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول أن عمر مبتدع، هذا عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. أما أنه ما يرغب في التراويح بكيفه، حار من نفسه، هو حرم نفسه بكيفه. أما أنه يثبط الناس عن التراويح ويقول هذا فعل عمر، هذا كلام باطل، كلام سخيف وجهل وضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله.